قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا وسلمنا حين سلم وانه يعني صلى بهم في مسجد عندهم حدثنا سفيان عن الزهري فسئل سفيان عمن قال هو محمود ان شاء الله ان عتبان بن مالك كان رجلا محجوب البصر وانه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم التخلف عن الصلاه قال هل تسمع النداء قال نعم قال فلم يرخص له قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن محمود بن الربيع او الربيع بن محمود شك يزيد عن عتبان بن مالك قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني رجل ضرير البصر وبيني وبينك هذا الوادي والظلمه وسالته ان ياتي فيصلي في بيتي فأتخذ مصلاه مصلا فوعدني أن يفعل فجاء هو وأبو بكر وعمر فتسامعت به الأنصار فأتوه وتخلف رجل منهم يقال له مالك بن الدخشن وكان يزن بالنفاق فاحتبسوا على طعامين فتذاكروا بينهم فقالوا ما تخلف عنا وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زارنا إلا لنفقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما انصرف فقال ويحه أما شهد أن لا إله إلا الله بها مخلصا مخلصا فإن الله عز وجل حرم النار على من شهد بها حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عيد بنا بن مالك أنه قال يا رسول الله إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان في بيتي أتخذه مسجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل؟ قال فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا على ابي بكر فاستتبعه فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اين تريد فاشرت له الى ناحيه من البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين وحبسناه على خزير صنعناه فسمع أهل الدار يعني أهل القرية فجعلوا يثبون فامتلأ البيت فقال رجل رجل من القوم أين مالك بن الدخشم فقال رجل ذاك من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوله يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله قال أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوله يقول لا إله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال رجل من القوم بلى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن وفى عبد يوم القيامه يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله الا حرم على النار فقال محمود فحدثت بذلك قوما فيهم أبو أيوب قال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا قال فقلت لئن رجعت وعتبان حي لا أسألنه فقدمت وهو أعمى وهو إمام قومه فسألته فحدثني فحدثني كما حدثني أول مرة وكان عتبان بدريا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني قد انكرت بصري فذكر معناه الا انه قال مالك بن الدخشن وربما قال الدخيشن وقال حرم على النار ولم يقل كان بدريا قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني ابن حازمين عن علي بن زيد بن جدعان قال حدثني أبو بكر بن أنسي بن مالك قال قدم أبي من الشام وافدا وأنا معه فلقينا محمود بن الربيع فحدث أبي حديثا عن عتبان بن مالك قال أبي أي بني أحفظ هذا الحديث فإنه من كنوز الحديث فلما قفنا انصرفنا إلى المدينة فسألنا عنه فإذا هو حي وإذا شيخ أعمى قال فسألناه عن الحديث فقال نعم ذهب بصري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ذهب بصري ولا أستطيع الصلاة خلفك فلو بوأت في داري مسجدا فصليت فيه فأتخذه مصلا قال نعم فإني غاد عليك غدا قال فلما صلى من الغد التفت إليه فقام حتى أتاه فقال يا عتبان أين تحب؟ تحب أن أبوئ لك فوصف له مكانا فبوأ له وصل فيه ثم حبسه أو جلس وبلغ من حولنا من الأنصار فجاءوا حتى ملئت علينا الدار فذكروا المنافقين وما يلقون من أذاهم وشرهم حتى صيروا أمرهم إلى رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم وقالوا من حاله ومن حاله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت فلما أكثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله فلما كان في الثالثة قالوا إنه لا يقوله قال والذي بعثني بالحق لئن قالها صادقا من قلبه لا تاكله النار ابدا قالوا فما فرحوا بشيء قط كفرحهم بما قال